والآن ننتقل للنائب الفاضل خالد الطاحوس، ولكن لنقل رسالة لوزير التربية. نحن مع الإنجاز، مع ربط الإيداع بالإنجاز، ولكن للأسف في هذه الأوضاع السيئة سيتحول المعلمين والمعلمات إلى مساحين جوخ للإدارات المدرسية، بالإضافة إلى المسؤولين في المنطقة التعليمية، وهذا أخطر ما نواجه من خلال مشروع الأخ الفاضل المليفي، فتحويله إلى الإدارة في هذه الأوضاع السيئة، في هذه المحسوبيات، في هذه المجاملات، سيتحول كل معلمين للأسف إلى مساح جوخ للإدارات المدرسية، وهذا أخطر ما نواجه. الآن ننتقل للنائب الفاضل الأستاذ خالد الطاحوس، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لا يسعني إلا أن أشكر الأخوان في لجنة كتلة العمل الشعبي في الدائرة الخامسة على هذه الدعوة والحديث عن كادر المعلمين، هذا الكادر الذي أصبح قضية رأي عام بالنسبة للشارع الكويتي، وأيضا أحداث هذا الكادر أيضا أصبحت تتداول في الرأي العام بشكل غير طبيعي لأهمية المعلم والمعلمة والدور الكبير الذي يلعبونه في إحدى مؤسسات الدولة، ألا وهي المؤسسة التعليمية. الدور اللي قاعد يلعب المعلم أنا أعتقد بأنه دور كبير، وهذا ونتاج هذا الدور الكبير كان يفترض أن يقابل بدعم مادي نتاج هذا الدور. البعض يقول لي شنو قاعد يقدم المعلم؟ المعلم أول شيء أنا أعتقد بأنه من المهن الشاقة حال القطاع النفطي. المعلم قاعد يعلم ويؤهل ويخرج أجيال للجامعات وسوق العمل أيضا. حجم الضغط الذي يمارس على المعلم داخل المدرسة يؤثر عليه بعد نهاية الدوام الرسمي مع الأسرة، مع الزوج ومع الأبناء. الدور الكبير اللي قاعد يقوم فيه المعلم أنا أعتقد اليوم كان يفترض بأن تكون هناك مبادرة حكومية قبل أن تكون مبادرة نيابية، كون الحكومة مسؤولة عن العاملين في مؤسسات الدولة، وكون الحكومة هي المهيمنة على مجلس الخدمة المدنية، أن تقوم بالمبادرة بإنصاف هذه الفئة من العاملين في إحدى المؤسسات التعليمية. لكن لأن الحكومة لم تبادر، وهي دائما عودتنا بأن الكوادر تأتي إما من خلال ضغط نيابي أو ضغط نقابي، تحرك النواب مع جمعية المعلمين بتقديم اقتراح بقانون يتمثل بكادر للمعلمين. وأنا جايكم في قضية ليش احنا دفعنا بهذا الاتجاه، لأن دور المعلم دور كبير، وهناك عزوف عن مهنة التعليم، عزوف بشكل كبير. أنا لا أعرف الأرقام بالضبط، لكن أعرف بأن هناك كثير من المعلمين انتقلوا من مهنة التدريس إلى المهنة الإدارية، أو خرجوا من وزارة التربية، نتاج ضعف الكادر الموجود. وبالتالي حتى نحافظ على هذه المهنة ونمنع العزوف الواضح في وزارة التربية بمهنة التدريس، يجب علينا أن نقدم الدعم اللازم لهذه الفئة. وأنا بقولكم اليوم وبحطكم أمام في خيارين، في خيار المعلم في وزارة التربية والمعلم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. نفس الوظيفة، ويستحقون الإخوان المدرسين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لكن يعطي باليوم تقريبا حصتين في المدرسة، يعطي
4 إلى 5 قد تصل إلى 6 يعطي أكثر حصص. فرق المرتب عن المعلم في التطبيقي، المعلم أنا أتكلم ها، ما أتكلم عن الدكتور ولا أتكلم، أتكلم عن المعلم، يفرق تقريبا من 800 إلى 1000 دينار كمرتب. لما إحنا اليوم نجي ونريد أن ننتصر للمعلم ونعطي المعلم حقه ونعيده إلى وضع الطبيعي ونوقف حجم العزوف اللي قاعد يتم في التعليم، نتفاجأ بحكومة تعطي حلول وهي لا تستطيع أن تطبق الحلول اللي قاعد تطرحها. احنا لما جينا صوتنا على المقترح الموجود اللي هو مقترح، أنا اسمه مقترح جمعية المعلمين، شنو قال وزير التربية ذاك اليوم اللي راح للإخوان المعلمين في أول يوم أقسم فيه، راح لهم في جمعية المعلمين وقال لهم أنا معاكم في الكادر اللي أنتم تتبنونه. قال لنا في الجلسة وقف وقال بأن لا تصوتون على المداولة الثانية اليوم، أعطونا مهلة خلال أسبوعين إحنا راح نقدم شيء يرضي طموح المعلم. قلنا إحنا لن نتنازل بأقل من كادر اللي هو موجود الآن. قال أعطوني أسبوعين، جينا بعد أسبوعين ولا ماكو شيء. التصويت في المداولة الأولى كان 45 وفي المداولة الثانية ما قامت الحكومة بالالتزام بالكلام اللي قاله وزير التربية، كان التصويت 47. بعد التصويت في المداولة الثانية ردت الحكومة، تقدم الأخوان نائب مسلم البراك تقدم بحملة تواقيع للتصويت عليه بعد ما أعيد للتصويت عليه بعد ما ردت الحكومة، وقع على الورقة 42 نائب ونائبة، ثلاثة ما وقعوا على الورقة بس انهم صوتوا معانا. أنا السؤال اللي يطرح نفسه، كيف تبدلت المواقف من 45 إلى 47 إلى 42 وما تغير شيء؟ هو نفس الكادر، يعني ما زاد ما نقص، شو اللي غير هذه المواقف في الجلسة الأخيرة أو بعد رد الحكومة؟ شو اللي تغير في الأمر؟ مقترح الحكومة تم رفض اللي قاله وزير التربية، وعمليا لا يمكن أن يطبق، لا يمكن ربط المكافأة بالأداء. 8000 دينار تربط بأداء الموظف نهاية كل سنة، يعني مصير 80 معلمة في مدرسة بيد مديرة المدرسة. نحن لسنا في الدولة الفاضلة حتى تضع المكافأة بيد شخص واحد يقرها ما يقرها. احنا لا نشكك في مدراء المدارس، لكن هناك من لديهم أهواء ومزاجية في قضية إقرار الحقوق، وبالتالي هذه لا تطبق، عملية لا تطبق ومستحيل أن تتم، وهذا ما طرحه وزير التربية، وأتمنى حقا أن يبتعد عن مثل هذا المقترح الذي أنا أعتقد بأنه شعار يطرح وعلى الأرض لا يطبق. نعود إلى النواب، شو اللي تغير؟ بين ليلة وضحاها اليوم، وأنا قلتها في ندوة أمس، أخطر شيء أن يرتبط القرار التشريعي أو الرقابي بمصلحة مع الحكومة، أخطر شيء، وهذا إحنا نعانيه اليوم في البرلمان في بعض القضايا المصيرية. قد لا تكون، ما بيتكلم عن الاستجوابات، في قضايا تشريعية أن يرتبط قرار النائب بمصلحة أو بتوجيه حكومي، أمر خطير وأمر لا يمكن قبوله. وأنا لما أجي أقول للناس عليكم بالرقابة الشعبية، راقبوا نواب الأمة، لا يتركون واحد يجيني قبل يوصل المجلس يصرح من خلال موقع بالتويتر يقول أنا موافق وداعم بقوة لكادر المعلمين، بعد أقل من ساعة
يمتنع عن التصويت على كادر المعلمين، وهو في يوم من الأيام كان معلم. لذلك أنا أعتقد يا أخوان بأن هناك خلل في السلطة التشريعية. ترى احنا نتحمل مسؤولية، حكومة غاسلين يدينا منها لعدة أسباب، وكثير ما تكلمنا عن إخفاقات الحكومة، لا في قضية الأجور والمرتبات، لا في قضية الكوادر التي تسقط كالبرشوت نتاج الضغط، غاسلين يدنا من الحكومة هذه. لكن من أسقط كادر المعلمين هم بعض أعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا بالامتناع، واليوم شرهتكم على النواب والنائبات اللي أنتم أوصلتوهم إلى قاعة عبد الله السالم. رغم ذلك كله، رغم اللي حدث كله، إلا أني أنا متفائل. تفائلت عندما تم التصويت. ليش؟ لأن بعد رد الحكومة لو لم يتم عرضه كنا سننتظر إلى دور انعقاد قادم حتى نحصل على أغلبية غير عادية 44، وإذا حصلنا عليها وإذا لم نحصل عليه ننتظر إلى دور الانعقاد اللي بعده، وبالتالي قد نأخذ سنة ونصف تقريبا. لكن طالما أن صوتنا عليه ولم نحصل الآن على الأغلبية الغير عادية، دور الانعقاد القادم بإذن الله نحتاج إلى 33 صوت لإقرار كادر المعلمين. أنا وجهة نظري في هذا الجانب أنه تبدأ حملة من قبل جمعية المعلمين لهذه الجلسة اللي راح تنعقد في دور الانعقاد القادم، ويكون هناك حشد بالشكل الصحيح، لأنه أيضا هناك تخوف من الأخوان، يقول لك قد ما يصل الرقم إلى 33، قد يكون هناك تكتيك حكومي أو تحرك قالوا الأخوان قبل الندوة. نعم ترى ممكن يحدث مثل هذا الأمر في ظل هذا المجلس السيء، ممكن أن يحدث. لكن أنا أعتقد بأنه الدور الكبير يجب أن يكون على جمعية المعلمين في المرحلة المقبلة، وأيضا بمساعدة النواب. وأنا أقولها لكم من هذا المكان، موقع كتلة العمل الشعبي، اعتبروني أحد أعضاء جمعية المعلمين الكويتية للدفاع عن حقوقها في الكادر وغيره من حقوق المعلمين. وهذا الأمر ترى احنا في يوم من الأيام يا أخوان قبل لا نوصل إلى مجلس الأمة، ترى وقعنا مع الأخوان في جمعية المعلمين ميثاق فيها العديد من المطالب للمعلم والمعلمة، مو كادر، كثير من المطالب. ترى احنا اليوم مطالبين بأن نتحرك لإقرار هذه المطالب، لأن احنا أصلا تبنيناها في برنامجنا الانتخابي. وبالتالي أي دور احنا كنواب مجلس الأمة نقوم فيه دفاعا عن المعلمين هو ترى جاء وفق برنامجنا الانتخابي. وبالتالي أنا أعتقد اليوم بأن المعلم يستحق منا أن نقف معاه، يستحق منا أن ندافع عنه، يستحق منا أن نكون صوته في قاعة عبد الله سالم. شيء جميل بأن ندافع عن هذه المهنة اللي أنا أعتقد بأنها من المهن الشاقة. شكرا إلى لجنة كتلة العمل الشعبي في الدائرة الخامسة، وشكرا أيضا لكل من تجشم معنا الحضور.